مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده وبيت على الصخر في الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو الحدود في العلاقات الاسريه ويمكن اتكلمنا عن الحدود في العلاقه بين الخطيبين النهارده مكملين مع حضراتكم ولكن العلاقه بين الزوجين هل في حدود في العلاقة بين الزوجين هل فعلا في حاجة اسمها أنه ما فيش كرامة بين الزوجين إزاي أقدر أرسم الحدود دي حتى لو ما اتفقناش عليها في وقت الخطوبة وإزاي أتقبل فكرة أنه يكون في خصوصية شخصية لكل من الزوج والزوجة ده موضوع مهم جدا هنطرحه على حضراتكم النهاردة مع نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وقوسنا وكل توابعها فقرتنا الثانية النهاردة زي ما بدأناها مع حضراتكم الأسبوع اللي فات فقرة خاصة بالتربية الجنسية ومبادئ عامه كده نقدر بيها نفهم ازاي نتعامل مع اطفالنا في سن صغير بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا فيها دكتور مينا عزه الدكتوراه في العلاج النفسي واستشاري الصحه النفسيه بوزاره العدل طبعا تواصل حضراتكم معانا يهمنا جدا رسلونا وبعتوا على وسائل التواصل المختلفه الخاصه بالبرنامج وخصوصا صفحتنا على الفيسبوك برنامج بيت الصخر باللغه العربيه دي صفحتنا الرسميه والوحيده واللي هتظهر قدام حضراتكم حالا على الشاشه ما لناش اي علاقه باي صفحات اخرى بتحمل هذا الاسم فاصل ونبدا حالا خليكم معانا طبعا في ال20 سنه الاخيره الميديا بقالها لها تاثير صعب جدا ودول كتيره وشعوب كتيره ومجتمعات كتيره بتشكي من التاثيرات السلبيه وبنسمع عن بين وقت والتاني عن بعض الحوادث اللي واحد شاف حاجه ولا بنت شافت حاجه راحت قلدت اللي شافته كان نتيجه انها خنقت صاحبتها خنقت اختها صور مؤلمه للغايه الميديا عايزه استخدام متزن وعايزه باستمرار الاب والام يكونوا حريصين على أولادهم بيشوفوا ايه وللسبب ده دايما بنقول ان خلي رؤيتهم ومشاهدتهم لاي حاجه قدامكم واظن زمان كانوا نصحوا بان وجود النت يبقى في الصاله بحيث اللي هيستخدم النت يقدر يبقى موجود في مكان عام مش في حاجه خاصه جوه الأول، لكن انا ارجو كل اب وكل ام انهم يكونوا متوازنين في استخدام الميديا لاولادهم وبعقل الانسان مش محتاج الميديا بس ده محتاج الرياضه محتاج القراءه ومحتاج المشاركه محتاج العائله ومحتاج الجري محتاج الخدمه محتاج العباده محتاج الطعام المشترك في احتياجات كتيره خالص الحياه ليست ميديا فقط مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا وحلقه جديده وبيت على الصخر مكملين مع حضراتكم الموضوع اللي بدأناه من الاسبوع اللي فات بخصوص الحدود في العلاقات الاسريه. يمكن الاسبوع اللي فات اخذنا وقت في فكره الحدود ما بين الخطيبين وسالنا اسئله كثيره جدا وسيدنا بصدر رحب جدا جاوب على كل الاسئله اتكلمنا في معظم النقط اللي ممكن تشغل بال الخطيبين وازاي يقدروا يرسموا حدود معينه علشان علاقتهم تنجح او عشان يقيموا العلاقه بشكل عام. خلاص الخطيبين بقوا زوجين هل في حدود ما بين الزوجين وهل فعلا نقدر نتناقش في ده من قبل كده واللي معرفش يحط حدود في فترة الخطوبة هل في فترة الجواز دي يقدر يحط حدود وطبيعة الحدود دي ممكن تكون عاملة ازاي بتشمل ايه نقدر نحطها ازاي نتكلم فيها او نضعها بانهي طريقة الحقيقة كلها أسئلة مهمة وكلها هنطرحها النهاردة على نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكسيموس أسقف بانها وقوسنا وكل توابعها أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا أهلا بك حلقة الأسبوع اللي فات كانت حلقة مفيدة جدا حياة سيدنا يمكن ناس كتير بتبعت من ضمن الرسائل تقول أنا مش عارفة أتعامل مع خطيبي أنا مش عارفة أتعامل مع خطيبتي زوجتي مثلا ما عندهاش حدود في التعامل مع أهلها زوجي ما بيعرفش يفصل ما بين حياتنا الشخصية وحياته مع أسرته الكبيرة وبالتالي كان مهم اننا نكمل اللي بداناه الاسبوع اللي فات آآ آآ حدود العلاقه ما بين الزوجين هو اصلا في حدود ما بين الزوجين احنا نؤمن طبعا في الزواج المسيحي ان في اتحاد عميق حصل طبعا لكن لازال كل منهما شخص متميز فالحدود معناها ان الزوجين ببساطه كل منهما شخص متميز اتحاد عميق لكن من غير ما حد يدوب في الاخر في ناس عندها ثقافه انها كانت تحط حدود من فتره الخطوبه وتكلموا في اللي يخص الجواز تمام يعني هنعمل ايه مع اهلك هتعملي ايه مع اهلي هنخرج نروح فين هنقضي اجازاتنا ازاي هنتعامل مع بعض ماليا ازاي حاجات كتير في ناس عندها الثقافه دي وعرفت تعمل ده طبعا. وفي ناس ما عرفتش مم. وبالتالي دخلوا على الحياه الزوجيه اللي هو ما فيش احنا مش عارفين احنا هنتعامل مع بعض ازاي هل دول يقدروا حتى وهم متجوزين يبتدوا يحطوا لعلاقتهم شكل او اطار او حدود. طبعا ممكن هو الافضل طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الحدود دي نتكلم فيها ونحط النقط على الحروف اثناء الخطوبه. تمام. طبعا مش في يوم اول ما جه العريس النهارده لا, لا 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 في بحر استنفار. ستة قلت لنا اقل فتره ست شهور. كل سنه. ستة شهور. ستة سنة. بنتكلم في الحاجات دي ومعانا اشبين بيقرب وجهه طب افرض ده ما حصلش لاي سبب. مش مستحيل. بس هنبذل جهد اكتر. انا دايما اقول كده حتى لو واحد اختار غلط مش بس ما حطيتش نقط الحروف حتى لو واحد اختار غلط مش معناها ان الزواج ده يفشل بس معناها الاثنين الاثنين هيبذلوا مجهود اكتر. شكرا محتاجين يبذلوا جهد اكبر عشان الجواز ده ينجح. هايل بفرض ان هما ما حطوش الايه النقط دي ما حدش علمهم ارجع اقول تاني يا احبائي اهميه دورات ما قبل الخطوبة مش ما قبل الجواز ما قبل إيه؟ الخطوبة, الخطوبة. عشان أعرف إزاي أختار إزاي أن اتكلم في إيه مش بعد ما تخطبوا سنتين ثلاثة وبعدين ياخدوا الدورة آخر أسبوعين ما هم ارتبطوا ولا حصل حصل ولا كمان بيكتشفوا أن هم مش عارفين بعض يعني هو خدوا حاجات كتير قوي ما فكروش ان هم يتناقشوا في يوم من الايام فبالتالي هم حاسين ان هم مش فاهمين بعض خلاص بس خلاص مضطرين بقى نكمل وساعات يحضروها سامحيني سد خانة عشان آه. ياخدوا ورقه دي من مصوغات ابونا لازم يطلبها م. خلاص ما هم خدوا القرار والمشوار خلص صحيح فمن فضلكم ده من الاول كل مكان طب افرض ما عملناش كده مش صعب لكن هياخد جهد منهم هم الاثنين تحت مظله الصلاه عشان ده اما هيخش في ربنا ما جمعوا الله احنا بنعتبر ان الزواج المسيحي مش طرفين ثلاثه ما جمعوا الله الله ده طرف فبنشرك ربنا الصلاه وفي هدوء نقعد بالحوار وبالحب ممكن نحط نقط للحدود اختلاف الزوجين ده شيء طبيعي جدا صح نعمل كده سهل نكتب كده حب حوار صلاه بالوقت يتحول الاختلاف ده الى ائتلاف، إيه؟ نحط الحدود وايه؟ ونلتزم بيها. في غياب بقى ربنا، غياب الصلاه، غياب الحب، غياب الحوار يتحول الاختلاف الى خلاف ثم الى صراع. أديك تشبيه اسف مع الفرق. تخلي كده اتنين نايمين في في فراش واحد. اخين مثلا او اختين ايا كان يعني بمنتهى الطارق خلاص يعني. نايمين في فراش واحد ببطانيه واحده. فالدنيا برد فبيتقربوا قوي عشان الدفع صح بس واحد حس بالحر فايه إيه بعد شويه طب حس بالخنقه لو التاني متشبث بيه قوي فبيبعد بس بعنف مم. اسف بيرفض البطانيه احنا عاده بنلوم اللي يرفض البطانيه عارفة يرفص البطانيه يعني ايه يعني اللي بيبعد اللي ثابت البيت اللي عايزه تنفصل او عايز ينفصل عاده احنا بين اللي رفس البطانية هو لو اللي هو اللي بعد اللي البيت اللي طالب الانفصال باللوم بس انا رايي ان الغلط ده مشترك صح؟ صح لان ما ترسمش حدود من الاول صحيح كان في التقارب قوي 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 ده اللي من غير حدود عشان كده بنلاقي علاقات كان فيها منتهى الحب بقت منتهى العداء وبقوا في المحاكم احد الاسباب انه ما حطوش حدود من الاول فكان في تقارب شديد جدا حد منهم حس بالخنقه فبيحاول ايه يحط الحدود يبعد يحط الحدود الثاني متشبث بيه فرفس البطانيه العيب مشترك صح والاثنين هيتالموا والاثنين يتعلموا والحياه ممكن تمشي بس نرسم ايه طبعا لو ترسمت الحدود من الاول ما كناش وصلنا لكده ومع كده برضه ده مش مستحيل وانا بقول من يا اباء الكهنه يا خدام ما تلوموش بس اللي رفص البطانيه. صح؟ صح. الاثنين ملومين لان الاثنين من الاول ما رسموش الحدود ايه؟ صح. صحيح. صح. من واقع اللي نيافتك قلته لنا الحلقه اللي فاتت اللي ليه علاقه بترسيم حدود شكل حياتنا بعد الجواز. اما رجعت كده بالذاكره لمشاكل كتير بتجيلنا لقيت انه فعلا احنا في حياتنا الزوجيه ممكن نكون ما حطيناش طبيعه العلاقه الماليه ما حطيناش طبيعه علاقتنا باهلنا ما حطيناش طبيعه حتى الحدود اللي ما بيننا في طريقه الاحترام او التعامل تمام ده كله هو سبب المشاكل اللي بتجيلنا وبنشوفها باستمرار يعني دايما المشكله تبتدي بسبب من الاسباب دي وبعدين تكبر 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 تاخد في وشها كل حاجه معظم مشاكلنا مشاكل حدود مم. نحفظها دي معظم مشاكلنا مشاكل حدود لأن لا حدود وده غلط أو السدود السدود دي معناها حدود صارمة برضه ده غلط يعني مثلا الشخص أو الشخص الزوج اللي عايز يقضي كل وقته معظم وقته عند أسرته ده غلط طب اللي بيحرم شريك حياته من دول ال... اسرته بالظبط برضه ده غلط دي اسمها سدود اذا اللا حدود ده غلط والسدود ده غلط ازاي نرسم حدود صحيه صح صحيه طيب في مصطلح انا عايز اعرف من يافتك اذا كان صح ولا غلط ما فيش كرامه بين الزوجين ده صح ولا غلط لا طبعا مش صح مطلقا لا طبعا هم صاروا واحد لكن الكرامه دي حاجه شخصيه متميزه انا بحترم الاخر لانه ايه لانه اخر صح هو صح؟ احنا مع بعض زي ما قلت كده الاب بيحب الابن والابن بيحب الاب لكن الاب ايه مختلف عن ايه عن الابن فالكرامه واحده يعني معنى ايه اللي يمس كرامتها كان يمس ايه كرامته لكن كل منهم شخص متميز وله شخصيته وله كرامته وله احترامه الاحترام مش معناه علاقه رسميه الاحترام ده يحافظ على الحب وياما كان في قصص حب معروفة لكل الناس بعد كم شهر من الزواج تحولت لشيء مؤسف بسبب الاحترام إيه تان طيب راح فالاحترام بيحافظ على الحب آبائنا مثلا وأجدادنا اللي احنا شفناهم كان بينهم حب عميق جدا بس قائم على الاحترام ربما ما بعض غير قبل الاكليل بيوم ولا اتنين صحيح ممكن لكن لانه احترام كتشتنا دي الا يا فلان فهماني مش كده ويا يا ابو فلان احترام تحترم وجوده وغيابه الاحترام ده خلى بينهم حب لغايه استمر إيه؟ السنين طويل. لسنين طويله كلها صح كده؟ اذا الاحترام ده مهم جدا. بالظبط. يعني فكره ان ما فيش كرامه دي دي فكره مغلوطه. لا طبعا. وفكره انه آآ آآ الزوج او الزوجه عشان احنا بنتكلم على طرفين انه يتخطى حدود الاحترام سواء كان بقى في وقت خلاف او وقت مشكله او وقت هو مضغوط فيه او وقت هو تعبان فيه ده غلط. أصبر. ما ينفعش ان الزوج يمارس سلطات بشكل عنيف وما ينفعش انه يتخطى حدود اللياقه في الكلام، نفس الحكايه الزوجه ما ينفعش ان هي تعمل كده حتى لو كانت تعبانه مرهقه متضايقه ده دا ما يصحش. صح آه بس بس. المشاكل موجوده في كل البيوت والمشكله هتيجي وهتروح وهيجي غيرها وتروح لكن الاحترام لما بيروح بيبقى صعب رجوعه ولما بيروح الحب بيروح. فمن فضلكم يا أولادي وبناتي في أي مشكلة في خطوط حدود سميها حمراء تسميها زي ما تسميها من فضلك من فضلك اوعي نتعداها لو تعديناها هنندم وهناخد وقت طويل قوي عشان نرجع الاحترام والثقة فمن فضلكم اوعى نتعدى هذا. اه واحد مثلا بيجي من شغله عصبي م. وبيتنرفز وبيغلط وزوجته لانها بتحبه احتملته مره اثنين ثلاثه اربعه لو فضلت تحتمل على طول على طول على طول على طول من غير حدود هيحس حاجه من اثنين هي لانفجار ايوه لانهيار اه والاثنين أسوأ من بعض لانفجار لانهيار احنا محتاجين حدود طب تعملها ايه بقى ازاي؟ هي مره اثنين ثلاثة في مرة بقى يكون هادي مش ساعة الأزمة تعبر له أولا عن محبتها ليه وإن مش ممكن حاجة في الدنيا تقلل محبتها ليه نمرة اثنين تعبر له إنها مقدرة قد إيه شغله متعب مقدرة قد إيه هو بيتعب عشان الحقيقة التصرف ده بيجرحني آه اسمح لي لو حصل تاني هنزل اروح الكنيسه مش هتروح عند مامته ولا عند مامته هنزل اقعد في الكنيسه وفعلا هو برضه عمل كده عن اذنك بهدوء مش هتغلط تنزل تروح تقعد في الكنيسه انا اعتقد لو هو انسان حكيم بيحبها لما هيهدى هيبدا معاها يرسم الحدود لانه عانى من العزله عانى من الوحده ده ترسيم حدود ترسيم بهدوء من غير غلط لإن هي لو ردت عليه بنفس الغضب البيت هيقع ده في حالة التلفظ اه لكن في حالات أخرى بتتعدى فكرة إن أنا بقول بالبؤ ده أنا ممكن أمد إيدي هي ساعتها تعمل إيه؟ ما اتفقنا ما هنحط الحدود هتقعد معاه هتقول له أنا بحبك مش ممكن حاجة تأثر على محبتي ليك أنا مقدرة قوي تعبك في الشغل وأنا عارف قد إيه شغل صعب لكن التصرف فعلا بقى سواء باللفظ ده بيضايقني وبيجرحني وانا احتملت كده مش هقدر من فضلك لو ده تكرر انا هنزل هروح الكنيسه هي مش بتهدده لا ده مش تهديد هتنزل فعلا أو انا اعتقد لما هيهدى اعتقد ان هو هيراجع نفسه لانه عانى الوحده عانى العزله ممكن طبعا نشرك صديق اللي هو اب الاعتراف فاهماني لان اب الاعتراف اب اعتراف الاسره على مسافه متساويه من الاثنين يعني لو هي اشتكت لباباها ومامتها هيجوا في أنا. طرفها هي بالظبط احنا كبشر وخاصه في مصر هنا مش بنعرف نفس دي قوي مش بعرف احط نفسي في مكان متوسط بين بنتي وجوزها او ابني ومراته فلاقي نفسي بدافع عن بنتي حتى لو عندها غلط ساعات اتعامل مع الاخر بمشاعر اسف العداء فالدنيا بتبوظ دخول طرف ثالث غير الكاهن هيبوظ الدنيا كده اذا ما قدرناش نوصل احنا الاثنين هنروح لايه لابونا اب اعترفنا انا بقول للاهل حتى الكبار كده حتى لو بنتك جت تشتكي لك قولي يا بنتي حلي مشكلتك مع زوجك زوجك وانتي حاجه واحده هينسى اي كلمه تقوليها لكن لو انا قلت كلمه مش هينساها ولو ما عرفتوش يا بنتي يروحوا لايه لاب اعترافكم ابونا هو اللي على مسافه متسابقه الكنيسه هي اللي جمعتهم هما الاثنين بالروح القدس والكنيسه هي الجهه الوحيده المسؤوله عن حل اي مشكله اي مشكله لو بين الزوجين بس وقعدوا مع ابونا بنعمه ربنا سهلة تتحل دخول اطراف بقى الاسره والاسره ده بيوسع صعب الدنيا صعب من فضلكم ما ندخلش اي طرف ثالث انتوا الاثنين حلوا المشكله ما وصلتوش لحل الطرف والكنيسه اللي جمعتكم هي مسؤوله حل المشكله طيب نروح لجزء اخر من الحدود يعني مثلا في زوجه ممكن يكون عندها متطلبات كتيره يعني عندها نهم في الشراء عندها ادمان معين من الحاجات اللي بتحب تجيبها طول الوقت وده موجود وممكن ما يصنفش تحت درجه الادمان لكن بتحب تجيب حاجات كتير بتحب يكون عندها في بيتها كل حاجه هي متطلعه للشراء بشكل كبير هو عايز يحط لها حدود لشراها ده او لمتطلباتها الكتيره دي يعمل ايه الحدود هي الإمكانيات المتاحة مش كده؟ يعني هو قبل الجواز كان صريح جدا أنا شغلتي كذا أنا بكسب كذا إذا كان موظف مثلا أنا بيجي لي 10% كل سنة يعني الأمور تبقى إيه؟ واضحة جدا خلاص؟ وهي بحكمتها هتنظم الدنيا في حدود الإمكانيات المتاحة آه ولازم هي تعرف إن السعادة قيمه روحيه نفسيه انسانيه لا تقيم بالمال بس والنفس الغير شبعانه زي البحر اللي يحب الزياده يحس انه هي بس, بس نفسه بتستخدمه علشان يجيب لها طلباتها صح انه تحول في نظرها من شخص الى شيء من شخص الى شيء فاكره في قصه السمير الصالح الراجل اللي على الارض اللصوص آسف تعبير شافوه إيه؟ شيء مش شخص فنهبوه. بينما السامري شافوا شخص فساعده ووقف جنبه. فلما يلاقي إن هي بتبص له إنه شيء، إنه بنك، إنها بتستنزفه يكره نفسه ويكرهها والبيت تحول إلى جحيم. أنا بطمنها، بص يا بنتي كل اللي نفسك فيه هيبقى عندكم بس بالوقت. إسألي مامتك يا ماما هي الشقة اللي احنا في ساكنين فيها دي انتوا بداتوا فيها كده ماما هتكتشفي ان ماما ممكن تكون بدات في شقه اصغر صح؟ وممكن بقى في شقة دي بس كان لسه في حاجات كتير كملوها ليهم 30 سنه بيكملوها هيبقى عندي كل حاجه والحب يخلي الدنيا تتجلى صح؟ يخلي الانسان راضي وفرحان بابسط حاجه خليكي شاكر ربنا، خليكي قنوعة، وأنا بطمنك كل طموحاتك هتحصل بس بالايه؟ بال... بالراحة بالراحة بالوقت. فهي حدود الإمكانيات المتاحة. فرق بين واحد أسف عنده بخيل دي قصة تانية لازم نتصرف فيها. ولكن هي دي ظروفه لازم تحتمليه. صح وده برضو كان هيبان من وقت فترة الخطوبة. بالظبط كده. يعني ترسيم الحدود من وقت الخطوبه ده هيقينا من مشاكل كتيره جدا. لانه التراجع عن الخطوبه سهل جدا. الجواز لا. لا. اديك تشبيه كده في الطياره الحربيه الطياره الحربيه في لمبه قدام الطيار في التابلو مرتبطه بنص التانك مش بتانك كله زي العربيه في العربيه ليها علاقه بالتانك. لما يبدا يفضى تنور عشان تقربي تيه تيه وين في الطياره الحربيه نص نص ليه؟ عشان عشان يقدر يرجع القاعده بتاعته فماني اول ما تحمر يرجع حتى لو قدامه هدف بعد كيلو يرجع ليه؟ لانه كل خطوه لقدام خسارتها فادحه واخده بالك؟ في لمبه قدام فاحنا في معظم المشاكل الزوجيه لما بنقعد بهدوء نلاقي في الخطوبه في لمبه احمرت في لمبه احمرت وكان لازم يتراجع بس ما تراجعوش قد يكون في هوا عارفه هوا يعني هوا بليه هوا يعني ميل قد يكون الهيروين وما خدش بالهم من اللمبه صح قد يكون بقى خناقه على الشبكه طبعا الهروين عشان بس اللي ما على على الحلقه اللي فاتت آه. الـ 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 سيدنا قال انه في حاجه بتفرز ماده بتفرز في المخ بتخلي الانسان يعني كانه مبسوط مش شايف اي حاجه غلط قدامه فما يقيم الامور امتى بيحصل لو سمحوا لنفسهم لامور مش من حقهم صح كده ففي في معظم المشاكل الزوجيه بنقعد في المجلس كليكي ونقعد ناخد الامور واحده واحده وناخد التاريخ كده نكتشف ان في لمبه احمرت حاجات دي بانت بانت بس كان في هوا هوا يعني ميل خلاص تعلقوا ببعض مش عارف ايه كده او ساعات الطمع في عرف ان اللي بيرفض يكمل يسيب, يسيب, يسيب الشبكة. م. فهو بقى ايه هو خلاص مش عايز يكمل بس بحمرت. هو مش عايز يسيبها عشان آه. ما يسيبش صار. الشبكة فيقعد يقرفها اسف التعبير أيوه أيوه. عشان هي اللي تسيب هي هي تقرفه عشان عشان هي... في لمبه حمرت مم. عشان كده مهم قوي الاستعانه بصديقه قد يكون بابا قد يكون ماما قد يكون اب اعترافي قد يكون تصوني لل... للعروسه نقيم اللمبه دي اللمبه دي حقيقيه احمرت يبقى ستوب واي خساره حاجة. النهارده م. ارحم من الخساره ايه؟ ده حقيقي. خساره طيب. بعدين. بس ياذن يفتك هنخرج لفاصل بعد الفاصل بقى كلام مهم قوي بخصوص العلاقه الماليه، فلوسي وفلوسك ولا فلوسنا؟ يا ترى نصرف مع بعض ولا نصرف ازاي في البيت؟ حدود تعاملاتنا كمان مع اهالينا، ازاي نقدر نعمل ده ونقيم العلاقه بشكل كويس؟ ازاي احافظ على المسافات يعني مثلا جوزي عنده شغله الخاص عنده أسرار العملاء هل متاح ليا إن أنا أطلع عليها ولا لأ الباسورد بتاعه بتاع الموبايل بتاعه الحساب البنكي بتاعه في كام وهل أنا أقدر أتصرف فيه ولا لأ كلها ليها علاقة بالحدود وكلها نتناقش فيها بعد الفاصل خليكم معانا مشاهدينا برحب بحضراتكم معنا مرة ثانية في بيت على الصخر برحب بنيافتك معنا يا سيدنا منورنا أهلًا بك من ضمن الأسئلة الشائكة مم. نصرف إزاي بقى أنا بشتغل وهو بيشتغل أو أنا قاعدة في البيت وهو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف على البيت طبيعة العلاقة المالية ما بين الزوجين يمكن نيافتك قلت إنه المصاريف المشتركة أو المال المشترك ده فيه بركة صح وده المفروض يبقى متفق عليه بزبط. بس في ناس ما اتفقتش فيشتغلوا إزاي بيعملوا إيه إذا آه ما قلت أنا خبرتي آه البسيطة في الخدمة تقول إن الدخل المشترك فيه بركة وما نخبيش حاجة عن بعض بنحط دخلنا المشترك مع بعض وأول حاجة هنطلع 10% بسرعة تروح لأصحابها بتوع ربنا دول بتوع ربنا وده دمين. بسر البركة هاتوا العشور بسرعة أول ما يجي الدخل نمرة اتنين هنحط 10% في, في الدولاب بتاعت ايه؟ دول الادخار بقى اه ازمات الفوارق. يعني ازمات لا قدر الله بدل ما نستلف لازم وحتى لو محتاجينهمش الشهر ده نخليهم هنحط عليهم الشهر الجاي لان احنا في البيت المصري المسيحي عندنا ثلاث مناسبات مهمين محتاجين فلوس كتير العيدين والمدارس صحيح والتواريخ دي ثابته ما هيش بتيجي فجاه فبرضه الناس الحكماء العاقلين ما يتزنقوش ولا يستلف ولا اقول له اتصرف لا انا محوشه وعامله حسابي فبعشة في 10% ربنا وبسرعه روح لصحابها 10% في الدولاب محدش حدش مدي عليها فاضل 80% يقعد بابا وماما واولادهم 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 مم. عشان يعرف الدنيا ماشيه ازاي عشان ما يجيش يطلب مني جزمه ب 1000 جنيه مثلا ما هو قاعد معانا وشايف الميزانيه ازاي 80% دول هنقسمهم بقى الاهم فالاقل اهميه فالاقل اهميه وكده فاهماني يا حضرتك ولازم انا رايي برضو في مصروف شخصي لبابا في مصروف شخصي لماما وما تدخلش فيه بقى ما اخدش في تفاصيله انت صرفت المبلغ ده فين اشكرك انت مبسوطه اشكرك طيب كويس ليه بقى أه لانه في واحده بعتت لنا مره انا مش قادره انسى الرساله دي قالت هو بيجيب اكل وبيجيب شرب وبيجيب كل حاجه بس لو صرفت جنيه واحد في اي حاجه بره الحاجات دي بيحاسبني حساب عسير جدا حاسه ان انا تلميذه ومش عارفه اتصرف في اي فلوس آه. ليا ولو نسيت سافرت في 10 جنيه دي ممكن يعمل لها مشكله آه آه. لا طبعا ده مش كده انا رايي ان في مصروف خاص لبابا لأن بابا له مظهره له خروجه له بعض الحاجات متطلباته ماما كمان ليها حاجات تخصها في مصروف معقول حسب هي بتشتغل ولا قاعده في البيت بنقيمه ماما ليها مصروف زي ما اولادنا ليهم مصروف صح ماما ليها مصروف بابا له ايه مصروف كل من هما بيتصرف في المصروف ده حسب ما يشوف. ما تدخلش ولا اقعد بالقرش بقى صلاه يدي لو مصروف الزوج ده هو قرر انه يستغله في مساعده اهله وهي نفس الحكايه فرضا يعني ميز. لو هما محتاجين مساعده ماليه من غير ما يقول للطرف الثاني ده صح ولا غلط؟ لا انا رايي انه لازم يبقى بعلم الاخر. م. لازم بعلم وطالما انت امينه على حاجته أو هو أمين على حاجتك لا يمكن أعتقد يعني طالما في حدود إمكانياتنا مش هيعترض بالك إزاي بس يبقاش على حساب ضروريات بيتنا تمام يعني في آية كده في, في غلطية يقول إيه ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا غلطية ست آية واحد يعني إيه يعني أنا بساعد بس بشرط مش عش... مش على حساب ايه ضروريات بيتي صح فانا بساعد بس بمعرفه الاخر ما شريك حياتي وبقول بقى الزوج او الزوج الزوجه اللي تمنع زوجها ان يجيب دواء لمامته المريضه المحتاجه ولادها هيطلعوا في منتهى القسوه طبعا وهي هتشرب نفس الكاس طبعا لان في قانون الهي اسمه ما يزرعه الانسان ده قانون طبعاً. زي اللي بيزرع عنب بيطلع له عنب تين يطلع عين شوك يطلع شوك ده قانون فالزوجه اللي تمنع جوزها انه يجيب دواء لمامته الفئه العيانه المحتاجه فعلا مش بتكلم محتاجه فعلا هتشرب من الكاس الزوج اللي يمنع زوجته ان حتى تزور مامتها ممت... العيانه هيطلع أولاد في منتهى القصة ويشرب من نفس الكاس اوعى إيوه نعمل كده اذا انا رايي انه لازم يبقى بالاتفاق مع الزوجين طالما هي أمينة على حاجته طالما ان ده مش هياثر على اساسيات بيتنا فده شيء رائع واعد لي لان انا ما اعمل كده مع مع حماية او حماتي انا لما ربنا سامح وكبرت واحتجت على اولادي ايه يعمله كده جميل. من جيل الى جيل وهكذا لكن لازم بمعرفه شريك الحياه طيب دلوقتي انا في بيت عيله تمام طيب. وفي بعض الاحيان وخصوصا في الصعيد أيوه. او في المناطق الريفيه كده برضه اه اه بيبقى حابين انه يبقى كل حاجه متداخله مع بعضها يعني فلوس البيت كلها واحده بياكلوا مع بعض بيشربوا مع بعض بيشتروا لبس مع بعض وهكذا في ناس كتير بتبقى مش متقبله الفكره دي هو الصح ايه صح انه لو الزوجه مش مرتاحه في بعض الزوجات بتبقى مرتاحه للنظام ده خلاص يبقى تمام جدا لكن لو الزوجه مش مرتاحه هل الزوج لازم يحط حدود للمعاملات الماليه ويفصل علشان زوجته ترتاح ولا لا هو كده ده الامر الواقع نرجع تاني زي ما قلنا لو الحاجات دي مترسمه في الخطوبه هتبقى احسن صح مم. عشان هي تقيم يبقى هو صريح معاه احنا ظروفنا في عيلتنا كذا كذا تبقى هيعرف يعني مثلا من الاوضاع الكتيره المنتشره ان مثلا الاب تاجر اه وعنده اولاده شغالين معاه شغالين معاه مم. والعماره بتاعته محدش مش كاتب شقه لحد كل واحد ياخد شقه بس من غير من غير كونترات ومن غير ورق. خالص وهم عايشين وخلاص لازم تبقى واضحه يقول لها انا مش معايا مش هيبقى معانا ايه عقد شقه ملياش دخل ايه خاص يبقى واضح جدا وهي تقيم اذا كان ينفع ولا لا اذا كان هتقدر تنفع ولا لا ممكن تكون اتربت كده وكان بيتها اساسا وكده وابوها كان فتوافق اه وقد يكون لا خد بالك ازاي فالامور تبقى واضحه جدا الوضوح الشفافيه امر مهم جدا أيرجع بقى تاني لبيت العيله بيت العيله في مفهومنا عندنا في مثلا وقرى بنها ان الاب بيبني بيبني بيت بيهد البيت الفلاحي على جزء منه بيبني ايه بيت, بيت اه بيسكن هو وزوجته الاب الكبير في الدور الارضي وبيعمل شقه لكل ولد. عايزين البنت بتروح لبيت ايه؟ جوزها. خلاص. ده اسمه بيت عيله. لو الحدود مترسمه صح انا بعتقد ده ميزه. برضه بقول ده خبره انسانيه والخبرات مش واحده، يعني ممكن تستضيف حد تاني له خبرات تانيه احسن يعني. انا خبرتي لو بيت عيله والحدود مترسمه ممكن يبقى ميزه الحدود مترسمه بمعرفه الاب والام الكبار اللي وضعوا الاسس لا ولا بمعرفه الازواج الزجين. الصغيرين؟ الزجين آه. من الاول بمعنى يعني مثلا ممكن نتفق ان انا بطواعي البنت انا طواعية هنزل اقعد مع ماما بالنهار بس بايه؟ فرق بين بحب وبارغام، ارغام ما ينفعش هي قررت وشايفة وإن حماتها إنسانة كويسة أم أنا هنزل أقعد مع ماما بالنهار أساعدها في كذا مم. بس هناكل فين؟ في شقتنا مثلا فهماني إزاي؟ ممكن يتفقوا إن المفتاح بس اتنين العروسين يبقى عند ماما تحت بس بشرط ماما ما تفتحش أبدا إلا لا قدر لما يبقى فيه كارثة تمام مش مش أجي من الشغل ألاقي ماما مامته فاتحة الشقة لأ ثمانية إذا ترسيم الحدود معنى أنه كل واحد له استقلاليته له شقته بيأكل مع زوجته مع أولاده أكله قليل أكله كتير استقلاليته هو داخل من الشغل بيفوت على بابا مامته بيوس ايدهم يشوف محتاجهم محتاجين ايه محتاجين حاجه يعملها لهم لكن ياكل فوق يعني ما ينفعش مثلا مامته تمسك فيه حبيبي انا عملت الاكله بتحب اقعد كل معانا فياكل تحت وما ياكلش مع فوق لا بص يا ماما ماما الكبيرة عملتي أكل هو بيحبها حجم حبيبي هات مراتك وتعالى إيه كله سوا أو تحط في علبة كده حبيبي كل إنت وإيه مراتك لكن ما ينفعش بعد الجواز ياكل أو ينام تحت ومراته إيه فوق فوق صح مفتاح شقتهم برضاهم الاتنين ممكن يبقى تحت للطوارئ فهماني برضاه وما حدش يفتح أبدا إلا في إيه في حالة الطوارئ الشديدة جدا مش تيجي البنت من الشغل مثلا السوق تلاقي مثلا حماتها ف... لا ما ينفعش فترسيم الحدود حد كمان الذي لا يملك رغيف خبزه لا يملك, لا يملك قرار. حريته وقراره وقرار. صح بالزبط. كده م. لو واحد لا يملك رغيف خبزه وعايش على معونات من بابا وماما غالبا مش بيتحكم في قراره صحيح عشان كده الامور تبقى واضحة جدا الزوجين يبقوا عارفين دخلهم ويعيشوا على قده على, قده. على قده. في ايه برضه في غلط يا سته تقول ايه احملوا اثقال بعضكم بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح وبعديها بايتين لك ايه يحمل كل واحد حمل نفسه ايه ده مش عكس بعض تاني الآية الأولانية في آية خمسة يعني كأنه فوق ساعدوا بعض وتحت كل واحد لوحده آه. لازم نعرف فرق بين ثقل وحمل احملوا أثقال بعضكم بعضاً وهكذا تمموا ناموس المسيح. غلط يا ست آية اتنين. آية خمسة يحمل كل واحد حمل نفسه. لازم نميز بين الثقل والحمل. أديك تشبيه. ابنك الصغير ده مثلاً شنطته اللي فيها مثلاً سندوتش ومثلاً وكراسة. دي حمل ولا ثقل؟ دي حمل. حمل آه. من يشيله؟ هو. بالظبط. طب شنطة السفر؟ لا ما يقدرش يشيلها لوحده. لازم تشيلي معاه. صح كده؟ فالحمل اللي هو الحياة اليومية. لازم كل الزوجين يعتبروا الحمل ده بتاعهم. شيل مسؤوليتك. مسؤوليتهم ده حملهم، مم. المصاريف اليومية الشهرية ما ياخدش أبدا. لا بقى جه ثقل إحنا بقى ممكن نشيل معاه. فهماني؟ ممكن بابا يساعد لو حب لكن في معيشتنا اليوميه الشهريه نحافظ عليه احنا اللي نحافظ نحافظ طيب. على انه يكون عندنا استقلاليه استقلاليه صح كده؟ حتى على مستوى الزوجين مع بعض فرق بين حمل الزوج وثقل صح؟ ان الزوج يشتغل ويجيب دخل ده حمل ولا ثقل؟ حمل حمل لازم يعمله بالظبط لازم والزوج اللي ما ده خطير بالظبط طيب الثقل لقدر الله مرض شديد ضائقة مالية شديدة لازم الزوجة تشيل لازم, لازم هي تشيل معاه وخد يا حبيبي بيع بيع وحنقوم تاني فاهمين ازاي فلازم نميز برضو دي حدود لازم أنا أميز الحد بين الحمل والثقل سواء على مستوى ابن الصغير والشنطة على مستوى حياتنا اليومية الشهرية ومساعدة الأسرة الكبيرة مساعدة الزوجي المساعدة ده حب لكن الاعتمادية المريضة دي خطيرة. ده حقيقي. احنا عندنا النهارده حاجة اسمها المرأة المعيلة. ده مشكلة كبيرة. ونسبتها بتزيد للاسف بتزيد جدا. مم. ليه المرأة المعيلة؟ لاعتماد المريض. صح. هو اعتمد هي ليها دخل، هو قاعد في البيت وبياخد وهي اللي بتصرف. هي اللي بتصرف. ده غلط، لأنه هنا ما شالش الحمل، أنت تقفي جنبه في الثقل. لكن الحمل ده حمله لازم يشتغل. ده حقيقي. اه نروح بقى لنوعية الأسرار. ايه السر اللي ما ينفعش انا كزوجه اتخطى حدودي وابقى مصر اعرفه او انا كزوج اتخطى حدودي وعرفه يعني في حاجات معينه ما ينفعش ان انا اقعد ادور وراها لانه دي حاجات تخص الشخص نفسه آه زي ايه سيدنا طبعا. ممكن نقول. بصي احلى علاقه في البيت بين الزوجين علاقه الصداقه طبعا من اصحاب ما فيش بينا اسرار يعني موبايل اهو موبايلي اهو هي سايبه قدامي بس ما يصحش ما يصحش افتحه وافتش فيه صح الزوجة حاجه بس ما تزعليش ما تفتشيش في جيوبه <تصفيق> <تصفيق> ولا في شنطته ولا في شنطتها علاقه التجسس دي خطيره احنا فيش بينا اسرار موبايلي اهو شنطتي اهي حاجتي متعلقه اهي لكن ما يصحش ما يصحش حد يفتش في موبايل اخر ولا شنطته ولا جيبه دي علاقه هنخش في علاقه بقى شك وحاجه مش حلوه أوي اذا احترام الخصوصيه ده امر مهم أوي تمام تمام آه مثلا هي راحت زارت مامتها ساعه زي ما احنا متفقين ورجعت مش لازم اقعد اقررها حصل هناك حصل اه. ايه وماما قالت ايه وانت قلت ايه ده مش صح لا ده مش صح والعكس والعكس طبعا نقول ما يقول العكس صح الخصوصيه ده امر مهم جدا أسرار الآخرين بالزبط. أسرار الآخرين يعني مثلا واحد عمله في أسرار مش تخص هو تخص زمايله في الشغل مثلا ما ينفعش أحكيه ما ينفعش بلاش أبونا الكهن أبونا كان ده زوج على فكرة كل مولاي يمشي على ما أبونا الكهن بس أسرار الناس في الاعتراف ده مش ملكه ولا ملك زوجته وهكذا إذا أسرار الآخرين ده ما أقدرش أقولها للآخر ده مش أمانة مش أمانة إذا في حدود الخصوصية، حدود السرية، حدود الاحترام. ده أمر مهم جدا. لأن الاحترام بي، بيحمي الحب. طيب آه، آه، في ناس يعني مبدأ غريب كده برضو انتشر وسط الشباب إنه هو ياخد الباسورد بتاعتي بتاعة الفيسبوك وـ وـ والموبايل وأنا وأنا هاخد برضو الحاجات بتاعته وإحنا ما بنعملش بيها حاجة بس هي هتبقى معانا. هو ده من ضمن فكرة الحدود يعني هل إحنا كده عاملين حدود وعدم تطفل على خصوصيات بصي البعض؟ بصي لو هم اتفقوا على كده هم أحرار أنا رأيي كده لكن مش من وراها ولا بالإجبار أو في ناس بتبقى شرطها ده آه, آه لا بالإجبار لا ولا من وراها أو نارا وراه لا لكن لو هم كده شفافية شديدة جدا هم عايزين كده أحرار م. دي نقط يتفقوا عليها لكن مش من وراه مش بتجسس مش يعني نيافتك رافض الفكره من باب انه انا هفرض فكره التجسس او الشك او ان انا هكمل العلاقه اه او ان انا هحط علاقتي بيكي في كفه وان انا اعرف ده في كفه تانية لا طبعا ده مش صح خالص م. لا خالص الثقه امر مهم جدا انا بثق فيها هي بتثق فيا احنا اصدقاء انا بقول لها لو انا واثق من محبتها وان مش هنزل من نظرها اقول لها كل حاجه لو هي لها العين الغافرة الساترة لو أنا ليه هتحكي لي وأحكي لها وهكذا فأحسن حاجة علاقة الصداقة علاقة التجسس والتفتيش علاقة فشلة وسهل جدا الإخفاء النهاردة مش طبعا النهاردة بالضرر كده هي ما تعرفش هو كان بيعمل إيه صح. فمن فضلكم خلي علاقة الصداقة هي إيه هي الأساس في سيدنا احيان بعض الناس بيبقى عندها مثلا عقارات عندها اراضي عندها حسابات بنكيه ودايما بنشوف ده عند الراجل اكتر شويه من الست انه ما بيحبش كل تفاصيله دي مراته تبقى عارفة ما تحبش يبقى... تبقى عارفه هو بيعمل ايه في الشغل؟ عنده ايه؟ بيدخله له كام؟ هو يقول لها طالما انا بجيب لك كل احتياجاتك مش مش ناقصك حاجه خلاص مش لازم تعرفي كل حاجه. في حين انه هو بيبقى عارف عنها هي كل حاجه وغالبا بتبقى الست قاعده في البيت ما بيبقاش عندها يعني حاجات ماليه او ماديه كبيره. بنشوف النموذج ده كتير. هل من قبل ترسيم الحدود ان انا لازم ابقى عارفه هو عنده ايه بما انه هو عارف انا عندي ايه ولا الراجل حر في فلوسه مش شرط الستة تبقى عارفه حاجه بصي في ايه في امثال 31 عن الزوجه المثاليه كده بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه غنيمه يعني كنز خلي زوجك يثق فيك يثق في كتمانك يثق في خوفك على حاجته يثق في حكمتك قوم هيقول كل حاجه طبعا الوضع الطبيعي اللي بنقوله كل الازواج انتم بقيتوا واحد لازم كل حاجه تبقى معروفه للاتنين حدش يضمن عمره افرض حد جرى له لا قدر الله حاجه يبقى تبقى هي عارفه كل حاجه فالقاعده ان كل حاجه تبقى مكشوفه بس بشرط يثق في ايه في كتمانها وحكمتها يعني مثلا تيجي زوجه تشتكي الشكوى دي يا بونا انا ما اعرفش عنه حاجه يا بونا هو خزنة مقفوله ابونا لما قعد مع زوج قال له انا ما اتجوزت كنت بقولها كل حاجه اكتشفت اللي انا بقولها لها بتقوله لاهلها عارفه فبطلت اقول فابونا لما قعد تاني معه قالت له ابونا اصلا ما ندا ان سر أنا بقول لكل بقى السيدات أدينا احنا بنقول <applause> أهو كل ما يدور بين الزوجين نعتبره سر، م. سر الزواج ماشي؟ إلا الحاجة اللي اتفقتوا أبقي قولي كذا، ممكن تقولي كذا، لكن عدا ذلك كل حاجة سر، فهي النقطة العلاقة أساسا الصراحة والشفافية، إنها تعرف كل حاجة. ده بيجي إزاي؟ يثق بها قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، أمثال 31 خليه يثق فيك العلاقة بين الزوجين بتنمو تدريجيا بناء على الثقة والاحترام متبادل م. يعني إيه لازم نؤمن بكده العلاقات السليمة بين الزوجين بتاخد وقت فهماني يعني نؤمن بالتدرج في العلاقة القائمة على الثقة والاحترام متبادل. ده دام في ثقة واحترام هنوصل هيبقى كل حاجة معاكي ده يعني في زوج يقول لي مثلا لولا زوجتي ما كانش عندنا البيت ده يقول لي أنا مسلم هي, هي اللي قدرت تدبر ده أنا, أنا كان عليا ولا 100 سنة ابن بيت هي هي البركة فيها لما وثق فيها ادها كل حاجة وهي بقى تحوش وتجيب طوب تحوش وتجيب حديد تحوش صح لغاية بقى عندنا بيت لأنه وثق فيها وثق في كتمانها وفي حكمتها في أمانتها في أمانتها مش بدي حد من وراه في حكمتها في تدبيرها في خوفها على قرشه فسلم لها كل حاجة ده حقيقي إذا إحنا النهاردة كان موضوعنا الرئيسي عن حدود العلاقه ما بين الزوجين وعرفنا وفهمنا انه اه في حدود ما فيش حاجه اسمها ما فيش كرامه ما بين الزوجين في نقاط كتير نقدر نتفاهم فيها ونتفاوض فيها وفقا لثقافه كل زوجين لكن في النهايه راس فوق كل شيء الاحترام يعني آه لسه كنا بنتكلم مع سيدنا دلوقتي وكنا بنقول انه العلاقه السويه ما بين الاثنين اساسها الاحترام، واذا فقدنا الاحترام فقدنا كل شيء. سيدنا يمكن كمان لخص فكره الحدود دي في انه حب بلا حدود لكن ما العلاقة. تبنيش سدود والتعامل يكون لا هو الحدود. لا حدود. اللي حدود. صح. مزبوط كده. اشكرك يا سيدنا على كل المفاهيم الحلوه اللي اتعلمناها من يافتك على مدار حلقتين واعتقد ان الجمل دي حتى لو احنا كررناها كتير وقريناها كل شويه وحطناها قدامنا كده هنعرف نحط حدود مش بس ما بين الخطيبين او بين الزوجين لكن حدود على كل المستويات ويمكن هيكون عندنا حلقات تانيه ليها علاقه بفكره الحدود مع الاصدقاء، الحدود مع الجيران ويمكن نيافتك تزود لي اكتر لان احنا واحنا بنتكلم مع سيدنا قبل التصوير قال لنا حاجات كتيره قوي تخص الحدود وواضح ان احنا حياتنا ملخبطه فما بنبقاش عارفين نحط امتى الحدود وامتى نتصرف بحكمه وبالتالي احنا بنحاول في بيت على الصخر اننا نتعلم الحاجات المهمه اللي تفيدنا في علاقاتنا مع الاخرين بشكرك جزيلا يا سيدنا شرفتنا ونورتنا نيافه الحبر الجليل أما مكسيموس اسقف بنها وقوسنا وكل توابعها شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده يا سيدنا واتمنى ان موضوعنا على مدار الحلقتين يكون افاد حضراتكم وبنوعدكم بسلسله من الحلقات اللي ليها علاقه ازاي نعرف نتعامل مع بعض بغض النظر عن فكره الحدود نفسها لكن فكره اننا ازاي نتعامل مع بعض بروقية عشان نبني حياه سويه سليمه ده هيكون هدفنا في الفتره اللي جايه بعد الفترة فاصل بقى هنروح نكمل مع حضراتكم الموضوع اللي بدأناه برضو الأسبوع اللي فات بخصوص إزاي نضع مبادئ سوية سليمة في تربية جنسية سليمة للأطفال بعد الفاصل خليكم معنا أبو الابن والروح القدس الاله الواحد امين مفاتيح السعاده الزوجيه ضبط النفس يعني ايه ضبط النفس يعني الواحد يبقى له قوه او كنترول على نفسه مشكله من مشاكلنا كثيرة ان نسمع زعيق كتير في البيوت الراجل ينفجر في عياله الست بتزعق طول اليوم يغلطوا في بعض يقولوا كلمه جارحه كل دي خطايا كل دي لا طليق ابدا ببيت مسيحي كل ده يطرد السعادة الزوجية السعادة مرتبطة إن الناس كلها عايشة في سلام ما فيش كلمة جرحة ما زعلة ما شتيمة ما غلط هنا لازم الواحد يضبط نفسه ليه؟ يمكن اللي قدامي قال كلمة مش مناسبة أنا ليه أنفعل؟ يمكن اللي قدامي تعبان فعبر بطريقة مش مظبوطة يمكن اللي قدامي تأخر في الطلب اللي أنا كنت عاوزه يمكن ما فهمنيش في عمل حاجة مش مظبوطة هنا لازم الكنترول يدخل عشان ما يبقاش فيه انفجارات. انتوا المسيح حذرنا من الغضب وقال لنا الغضب يودي جهنم. من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. طب احنا ازاي نغلط في بعض؟ ازاي ما نعرفش نعمل كنترول على نفسنا؟ راجل يرجع من شغله مستعجل على الاكل وبعدين الست بتسخن الاكل ينفجر ويزعق يا عم انت ما هي ست واقفه على رجليها طول اليوم وانت راجع جعان صحيح بس هي كمان تعبانه اعمل شوية كنترول ربع ساعة ادخل افرد ظهرك استحمل يعني لكن حتى الربع ساعة مش مستحملة تقوم تزعق نكدت على البيت كله ضيعت اليوم كله طب استفدنا ايه؟ كلت يعني وانبسطت؟ ما انبسطتش لأنه فين الراحة وفين السلام اللي طيرته بجملتين مالهمش لازمة وانت كمان ليه تتأخري طب ما تعملي كنترول على نفسك عارفة ان جوزك بيرجع تعبان قوي ومستعجل ياكل وينام أنتي كمان اعملي كنترول ونظمي وقتك بحيث بسرعه تبقى حاجته جاهزه ما دي برضو عاوزه طور منك فكل واحد يعمل كنترول على نفسه يعرف يسعد اللي معاه ويبقى الجو كله سعاده لالهنا كل مجد وكرامه الأب